توماس مورتنسن يمارس الرياضة في صالة التمارين في الفندق الذي يقيم فيه في كوبنهاجن، لكن هذه ليست دراجة تمارين عادية، إنها تولد طاقة كهربائية تغطي جزءا من الطاقة التي يحتاجها الفندق. إنها صعبة ولكن لا بأس بها، وهي فرصة للناس ليفكروا في البيئة وليمارسوا بعض التمارين. هناك شيئان جيدان في وقت واحد. هنا لدينا مولد للطاقة، وحالما تدور العجلة تولد تيارا كهربائيا بفولتاج منخفض، ويتم إرساله عبر هذا الصندوق إلى نظام الطاقة الشمسية للفندق. ألواح الطاقة الشمسية تغطي واجهة الفندق بأكملها، وهي تلبي 10% من حاجة الفندق للطاقة، وال90% المتبقية يتم تأمينها من مصدر طاقة متجددة آخر، وهي توربينات الهواء. وعند انتهاء توماس من تمارينه يذهب إلى مكتب الدخول ويأخذ قسيمة لوجبة غذائية بقيمة 30 يورو، وهذا ليس سيئا مقابل 20 دقيقة من التعرق، كما أن الطاقة التي ولدها تستحق هذا الجهد. إنهم فعلا يحبون الأمر ويعتقدون أنه شيء جديد وممتع، وهو أيضا شيء جيد ليقوموا به بدلا من تصفح الإنترنت أو ما شابه. الآن نحن ندفعهم لممارسة التمارين بدلا من ذلك. الفندق جديد وفيه الكثير من الأفكار التي تهدف لتوفير الطاقة، وحتى في المطبخ يتم تحويل فضلات الطعام إلى غاز حيوي، لكن لا يعتقدن أحد أن أصحاب هذا النوع من الفنادق مجرد نشطاء بيئيين، فهم أولا وأخيرا رجال أعمال، وعينهم تبقى على جني الأرباح في المستقبل. اليوم لا يتم تفضيلنا على غيرنا لأننا حريصون على البيئة، لكن بعد 10 إلى 15 عاما لن يتم تفضيلنا إن لم نكن كذلك، وأن نكون ذهبنا إلى هذا الحد الآن يعني أننا متقدمون جدا على منافسينا. وللبقاء في المقدمة، يقول مدراء مثل هذه الفنادق إن البقاء على الدواسات بالطريقة البراغماتية السكندنافية يستحق العناء، مع عين على البيئة والعين الثانية على أوراق الحسابات.